اهلا بيكم يا اصحابي في حلقه جديده من الف ب عقيده. حلقتنا النهارده هتكون عن سر جديد من اسرار الكنيسه، سر الميرون. بنرحب بسيدنا، مرحب بيك يا سيدنا. اهلا مرتين، ازيك؟ برحب باطفالي اصحابي اللي معانا في الاستوديو، اهلا بيكم. هنبدا حلقتنا النهارده بان احنا نسمع حكايه صغيره عن الميرون من سيدنا. نسمع الحكايه، اتفضل يا سيدنا. هو بس انا عايز اقول ازاي زيت الميرون اللي احنا بنمسح بيه في السر ده وصل لنا. الآباء الرسل خدوا الأطياب الصلبة اللي حوالين السيد المسيح في القبر بعد ما قام من الأموات. الأطياب دي كانت 100 رطل، كمية كبيرة يعني، فزي البخور كده، حاجات صلبة مش سايلة زي الزيت مثلا. وخدوها دقوها وطبخوها في زيت زيتون نقي على النار وهما بيصلوا، فاعتبروا الأطياب دي خدت بركة جسد الرب يسوع المسيح وهو في القبر قبل قيامته من الأموات وصلوا عليها. هما لما بيحطوا أيديهم الآباء الرسل بيحل الروح القدس، فقالوا بعد كده ممكن الناس اللي هيجوا بعدينا يقدروا يستخدموا الزيت ده زي ما كان بيتمسح الملوك بالدهن الزيت المقدس والأنبياء والكهنة. فقالوا ده يستخدم للمسحة، لسر المسحة اللي هو سر الميرون. طبعا المسحة ممكن بتخش كمان في سر الكهنوت، يعني ممكن نمسح القسيس لما يترسم، ممكن نمسح الأسخف لما يترسم، ممكن يتمسح الأب البطريرك، أو لو كان الأب البطريرك راهب بيتمسح أو تتوضع عليه الأيادي في رسامته، يعني زي الأسخف وزي الكاهن وزي الشماس. المهم بقى أنه الزيت ده مصيره هيخلص، فبيشيله شوية قبل ما يخلص ونرجع نجيب أطياب تانية جديدة سائلة وصلبة ونعمل صلوات كتيرة بيرأسها الأب البطريرك في كل كنيسة. عندنا طبعا قداسة البابا شنودة الثالث ربنا يطول عمره عمل الميرون 6 مرات لكنيستنا ومرة لكنيسة إريتريا في أسمرة. ويعتبر أن البابا شنودة أكتر بطريرك من أول ما يمرقص لغاية النهاردة عمل الميرون عدد من المرات، عشان عندنا في كنايس كتير اتعملت في البلاد الخارجية زي في أمريكا وأوروبا وأستراليا وكده. بس لازم تبقى في ذخيرة، خميرة. يعني إيه الزيت الأصلي؟ نيجي بعد ما نخلص تقديس الميرون يوم قداس شم النسيم، يحط الأب البطريرك في كل أذان من اللي محطوط فيهم الميرون الجديد. هو يعني إيه أذان يا سيد؟ يعني حلة كبيرة كده طويلة بيتحط على اللي بيتحط فيها اللي بيتحط فيها الزيت والأطياب ويتقلب بقى، ونصلي صلوات كتيرة خالص مش أقل من 4 أيام ولا 5 قبل ما. وفي قداس اسمه قداس الميرون كمان، قداس غير القداس بتاع المناولة، في قداس اسمه قداس الميرون. ويقلب الذخيرة ويتعبى بقى في أزايز، وكل أسقف أو كاهن قسيس يعني يبقى عنده ميرون لما يجي يعمد يرشم بالميرون. والأسقف نيافة الأسقف أو المطران أو قداسة البابا لما يدشن حاجة يدشنها بالميرون. بس كده عرفتوا بقى الميرون ده اتعمل ازاي واتعمل من ايه؟ طيب من اول الاباء الرسل لغايه البابا شنودة النهارده اليومين دول يعني. طيب مين يحب يسال سؤال تاني؟ اتفضل اسال. قول لنا بس ليه بنترشم 36 رسمه بعد المعموديه؟ طب انت اسمك ايه بس؟ انت ما قلتلناش. مارتن؟ قول في الميكروفون. مارتن. مارتن؟ ماشي مارتن. آه سيدنا مارتن. هيقول لك ال 36 رشم بنرسم كل الحواس عشان تتقدس. يعني مثلا
بنرشم الراس هنا عشان المخ يبقى مقدس، بنرشم العينتين، بنرشم المناخير، بنرشم البق، بنرشم الودان. فبولس الرسول بيقول: ألستم تعلمون أنكم أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ أنتم هيكل الله وهيكل الله مقدس. فالإنسان بيتدشن وبعدين يرشموا له صدره عند القلب وظهره غير الراس كمان، وبعدين ايده اليمين وايده الشمال ورجله اليمين ورجله الشمال وكل الاعضاء بتاعت الجسد. المفاصل يعني في هنا مفصل اهو وهنا مفصل وهنا مفصل، فلما الايد بتترشم كل مفصل بيترشم، عشان لما الواحد يمد ايده ويكون هيسرق حاجة الروح القدس يقول له لا عيب غلط، فالمفاصل بتتحرك وما تتحركش غلط. ولما يجي يمشي عايز يروح يعمل حاجة وحشة الروح القدس يقول له لا ما ينفع، تسلك في طريق القداسة. يجي يفكر فكر وحش الروح القدس يقول له لا، لازم تفكر أفكار حلوة وتفكر في السماء والملائكة وبابا يسوع والقديسين. يبص بصة وحشة متقدسة العينين، وهكذا يعني. طيب تعالوا مع بعض نشوف ألف وب هيعملوا إيه، نطلع الفاصل ونرجع تاني على طول. أنا عايز أضحك، أنا عايز أضحك. تعمل إيه يا ألف؟ تعمل إيه؟ آه لقيتها، أنا هعمل مقلب في ب علشان أفضل أضحك للصبح. ودلوقتي على الجند المجند ألف الاتجاه إلى معركة المقالب العملاقة، وسوف أبدأ في وضع خطة المقالب الجهنمية. أولا هجيب الكرسي، ثانيا هجيب منشار طويل، لأ طويل يعني طويل يعني، ثالثا هحط الكرسي في مكانه، وبعدين به هتيجي تقعد عليه وتروح هوب وقع. لا غلط، ما تعملش كده. ايه ده، هي به سمعت ولا ايه؟ يا خسارة مش هضحك النهاردة. لا انا مش به. ما بقول برضو، ما البه صوتها اتغير كده ليه؟ امال انت مين؟ وفينك؟ انا مش شايفك. لا ما انت مش شايفني، وانا الروح القدس اللي جواك. الروح القدس. الروح القدس مين؟ انا الروح القدس اللي بقيت جواك من يوم ما اتحمت وترشمت 36 رشمة. 36 رشمة؟ ايوة 36 رشمة، علشان احافظ عليك من اي حاجة وحشة. ازاي يعني؟ قولي بسرعة. يعني ابونا بيرشمك 36 رشمة، واحد على فكرك علشان ما تفكرش في حاجة مش كويسة، وكمان رشمة على عينك علشان ما تشوفش حاجة وحشة، وكمان على بقك علشان ما تقولش حاجة برضو مش كويس، وكمان باقي الرسومات علشان كل جسمك وحواسك تكون مقدسة. عرفت بقى أنا بحافظ عليك ليه؟ طيب فهمت فهمت فهمت. جانا بعد الفاصل نكمل كلامنا عن الميرون مع سيدنا الأنبابشون. أنتم هيكل الله، شوفوا بقى بتعملوا إيه في الهيكل ده، فساد ولا قداسة؟ اسألوا نفسكم بقى. طيب حد يحب يسأل حاجة تاني؟ مين هيسأل؟ فيرينا؟ يلا فيرينا اسألي. هي الكنيسة بتستخدم زيت الميرون في 36 رشمة بتاعت المعمودية ولا في حاجات تانية؟ في حاجات تانية كتير، وانا كنت عايز اتكلم في الموضوع ده فعلا. احنا بندشن المذبح اللي في الكنيسة اللي في الهيكل اللي بنصلي عليه في القداس، عارفينه؟ بندشن الأواني اللي بنحط فيها القربانة والصينية والكاس اللي بنحط فيها الأبركة مع المية، ويبقى ده بعد التقديس جسد الرب يسوع ودمه، بس مش لحمة ودم زي دم العصافير والخرفان، لا، أو دم البني آدمين، لا،
ده بيبقى بيفضل زي ما هو أبركة، بس هو ده دم المسيح اللي سال على الصليب، هو نفسه بس ايه بطعم الأبركة، والجسد بطعم الخبز. ولما بتتناولوا بتحسوا انكم بتاكلوا لحمة ولا خبز؟ طيب بندشن الصينية والكاس، بندشن الهيكل، بنرشمه بالميرون، بندشن الأيقونات زي ما شرحنا قبل كده، بندشن حامل الأيقونات نمسحه بالميرون، ولو الكنيسة محدش بيخش بالجزم فيها بندشن حيطان الكنيسة وسقفها بندشن كل حاجة، لو بيخشوا بالجزم ندشن لغاية حامل الأيقونات بس. وفي الأديرة بيبقى مفيش دكك ومحطوطة سجاجيد، فبنقلع الجزم بره مش كده ونخش الكنيسة زي ما بنقلع الجزم لو كنا هنخش الهيكل. بندشن كمان جرن المعمودية اللي اتكلمنا عنه قبل كده، عشان نعمد حد لازم ندشن جرن المعمودية على اسم يوحنا المعمدان. يبقى بندشن الهيكل والمذبح والهيكل والكنيسة والأيقونات والمعمودية، وبندشن الأواني اللي بنحط فيها جسد الرب ودمه في القداس، بيبقى بعد ما بنصلي بيبقى جسد الرب ودمه اللي بنتناولهم. مش كلكم بتتناولوا؟ كل ده بيتدشن. ينفع واحد ياخد الصينية بتاعة المناولة يعمل فيها بيض بالبسطرمة؟ لا ما ينفعش. انتوا بتضحكوا كويس، معناها بتضحكوا انه مش معقول مش كده؟ طب ليه؟ عشان دي متدشنة. ها؟ ينفع واحد ياخد الكاس بتاع المناولة ويحط فيه كوكاكولا؟ طيب ينفع ياخد الكاس بتاع المناولة يحط فيه مية مش نظيفة؟ طيب متدشن. طب ما انتوا كلكم متدشنين، بقكم مرشوم بالميرون ماشي، ينفع لسانكم يطلع كلام وحش؟ لا. قولوا جاوبوني. لا. طيب يبقى اذا زي ما الاواني متدشنه انتوا متدشنين. سيدنا يعني معنى كده ان التدشين دي يعني الحاجه دي بتاعت ربنا بس او بتاعت الكنيسه؟ التدشين او المسح او التكريس معناها ان دي حاجه بقت مخصصه مخصوص لحاجه، زي مثلا شنطه المدرسه بتاعتك يا فيرينا، شنطه المدرسه بتاعتك بتحط فيها مضرب البينج بونج، بتحط فيها الكشاكير. طيب لبس المدرسه اليونيفورم بتاع المدرسه ينفع تنزلي بيه البحر؟ طيب اهو برضو احنا ما بندشن حاجه بتبقى اتخصصت، يبقى الكنيسه اتدشنت بقت بيت ربنا وبيت الملائكه، ينفع نشيل اللي جوه الكنيسه كله ونعملها كافيتيريا؟ ينفع نلعب فيها ماتش كوره؟ في الحوش بره في لعب، لكن جوه الكنيسه في احترام. اما انا فبكثره رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. يعني معنى كده ان احنا كل ما ندخل الكنيسه نقول الايه اللي نيافتا قلتها لنا، نحفظها لهم. اما انا فبكثره رحمتك أدخل بيتك، أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك، وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. بمخافتك. مرة واحدة كمان. أما أنا فبكثرة رحمتك، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك، وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. بمخافتك.
يعني الواحد يحترم المكان ويحترم ربنا اللي مجده حلل في المكان. ميرسي يا سيدنا، حفظتوها الآية؟ حلو. كل بقى ما نيجي ندخل الكنيسة ما ننساش نقول الآية دي قدام الهيك. طيب تعالوا مع بعض نشوف ألف وب هيعملوا إيه. نطلع الفاصل ونرجع تاني على طول. مالك يا بيه، تعبانة ولا إيه؟ آه يا عارف أنا تعبانة قوي، عندي برد. لا سلامتك. شفتي يا ألف، أنا لقيت ولد كان رايح يدخل الكنيسة وهو لابس الجزمة، رحت وقفت وقلت له لا 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 لا، ما تدخلش، ما ينفعش تدخل بيت ربنا وانت لابس الجزمة، لأن ده مكان مقدس. مقدس يا ألف. أنا عارف يا بيه إنه مكان مقدس، بس الكنيسة دي فيها دكك، يعني الأرض بتاعتها مش متدشنة. يعني إيه بقى؟ الهيكل هو اللي ما ينفعش ندخل فيه واحنا لابسين الجزمة، لأن الأرضية فيه متدشنة بزيت الميرون، لكن الكنيسة بره الهيكل مش لازم تكون متدشنة بزيت الميرون. في كنايس بتكون مرسومة وكنايس لا. آه طب هو إيه تاني متدشن بزيت الميرون؟ قولي أنا عايز أعرف. هقولك يا بيه، كل حاجة في الكنيسة متدشنة بزيت الميرون، زي الأيقونات والحيطان والأواني اللي بنستخدمها في التناول، زي الكاس والصينية. صينية؟ دي زي الصينية اللي عندنا في المطبخ؟ مش زي الصينية اللي عندنا في المطبخ، لأن الصينية دي مرسومة بزيت الميرون، يعني مخصصة للتناول وبس، لكن الصينية بتاعتنا تقدر تستخدمها لحاجات تاني كتير، وطبعا مش بنستخدمها في التناول. ها فهمتي؟ اوعى تتلخبطي. فهمتي يا ألف. ومالك زعلت كده ليه؟ أصل أنا خليت الولد يقلع جزمته على باب الكنيسة بره خالص في الشارع. يعني حد يحب يسأل سؤال تاني عن ميرو؟ ها تفضل قول لنا اسمك. ماريو. ماريو، اسألي ماريو. سيد احنا ليه بندشن الكنائس والأواني والمذابح؟ حاضر. اوكي ماريو، زي ما قلنا احنا بندشنهم عشان يتخصصوا لاستخدام، محدش يغيره. ميصحش واحد ياخد صينية المناولة ويعمل فيها زي ما قلنا حاجة تاني، يطبخ فيها حاجة ولا يقلي فيها بيض. كمان عشان تبقى مقدسة والروح القدس يبقى بيعمل فيها، زي ما قلنا الروح القدس بيعمل في الأيقونة، فاكرين؟ بيعمل في المذبح عشان لما نحط عليه القرابين الروح القدس يحل ويحولها لجسد الرب ودمه في القداس. بندشن الهيكل عشان مجد ربنا يحل في الهيكل. فاحنا لما بنسجد قدام الهيكل كده احنا مش بنسجد للحيطان ولا للمذبح، والا لو بنسجد للرخام بتاع المذبح يبقى بنعبد اصنام. ان احنا بنعبد ربنا اللي حالل بمجده في الهيكل. قولوا معايا، بنسجد لربنا اللي حالل بمجده، اللي حالل بمجده في الهيكل، في الهيكل بعد ما يتدشن، بعد ما يتدشن. لكن لا بنعبد أيقونة ولا بنعبد مذبح ولا بنعبد هيكل، بنعبد ربنا، ربنا اللي مالي الكون كله، بس مجده بيحل لما ندشن بالميرون. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اقول ان مجد ربنا حالل في اي اوضة عادية كده زي ما هو حالل في الهيكل بتاع الكنيسة. ربنا موجود في كل مكان، لكن عشان يدي بركة، البركة بتبقى قوية جدا لما تكون في الكنيسة او في قدام حاجة ممسوحة بالميرون، لكن ده ما يمنعش ان احنا نقدر نصلي ربنا في اي حتة ونطلب شفاعة القديسين في اي حتة. يعني واحد سايق عربية وهتحصل حادثة فيقول حوش يا عدرا مثلا، فالعدرا بتحوش، ما فيش ايقونة. لكن ده بقى ايه؟ بعد بدل ما يتكلم في التليفون بعد شرب اللاسلكي بقى اسرع. بيصلوها، بيسموها الصلوات السهمية. سريع.
بس لما يكون في فرصة بقى ان انا اروح عند ايقونة العذراء المدشنة يبقى ما 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 اعتبرش بقى الحكاية لعبة. لا يعني في حاجات لازم نعملها لكن في حاجات بتبقى عايزة اسعاف سريع. فدي الاسعاف السريع ممكن يا ملاك مخيل يجي لك هوا ويروح شدك كده قبل ما تقع من فوق الجبل على الهوية. عرفنا يا أصحابي النهاردة إن إحنا لما بنتعمد ونترشم بالميرون بنبقى متدشنين وبنبقى ملك المسيح وبنبقى أولاده. إحنا كده بنبقى بقينا أعضاء في الكنيسة. نشوفكم في حلقة جديدة ونشوف فيها سر جديد للكنيسة من برنامجكم ألف بها عقيدة.